دكتور محمد. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بسيادتك يا فندم. يمكن فكره تفعيل التعليم عن بعد هو كان هدف استراتيجي للدوله، وربما عجلت الكورونا بهذا الشكل من التعليم. عايز اعرف من سيادتك ازاي بدات جامعه القاهره تسلك يعني ما او تاخد منحى مختلف في فكره التعليم عن بعد، واليات هذه المسابقه وازاي ممكن يكون ليها المردود سواء بالنسبه للطلبه او لاعضاء هيئه التدريس. في الحقيقه التعليم عن بعد وتحويل جامعه القاهره الى جامعه ذكية من الجيل الثالث ده مشروع احنا بدأناه من 3 سنين من أجل أن تصبح جامعة القاهرة من جامعات الجيل الثالث التي تجمع بين التعليم والبحث العلمي وإضافة قيمة جديدة إلى الاقتصاد القومي. في إطار هذا المشروع احنا بدأنا من 3 سنين جهزنا قواعد بيانات على أعلى مستوى، ودي مسألة صعبة جدا بالنسبة إلى جامعة بهذا الحجم وهذه العملاقة، لأن جامعة القاهرة 270 ألف طالب، في حين أن متوسط عدد طلاب أي جامعة برة 10,000 12,000. أكبر جامعة في الخارج 30 ألف طالب، حتى جامعة بكين 35 ألف طالب. فإحنا كنا بنجهز قواعد بيانات للأساتذة ولأعضاء التدريس وللعاملين، وبدأنا بدري موضوع الشمول المالي، إن يبقى عندنا قواعد بيانات تمكن، أصل كل دي خطوات تمهيدية للتعليم عن بعد. التعليم عن بعد مش بيبدأ كده تلقائي الطالب بيخش، لا، ده لازم المنصة الذكية التعليمية يكون عليها قواعد بيانات الطلاب والأساتذة بحيث ان هم يقدروا يتفاعلوا مع المنصة. فاحنا بدأنا بدري جدا عملية التحول ديت، واستطعنا ان احنا نجهز هذه القواعد والبيانات، وقمنا بشوط كبير جدا في التحول الرقمي. لما قامت جائحة كورونا، وطبعا ده توجه زي ما حضرتك قلت توجه استراتيجي للدولة. هذا التوجه الاستراتيجي من الدولة مع جائحة كورونا أدى لتسريع وتيرة الاندماج في التعليم عن بعد، وخاصة التعليم المدمج والتعليم الهجي. فإحنا في جامعة القاهرة الحمد لله قدرنا نعمل أكبر منصة تعليمية في العالم. المنصة التعليمية دي بتشتمل على مش ركز على الجزئية دي يا دكتور محمد، دي المنصة الكبرى على مستوى العالم. طبعا ما فيش منصة يكون فيها لا تمثلها منصات أخرى. نعم، لا تمثلها منصات أخرى بهذا الحجم، ما فيش. بص حضرتك، احنا عندنا في المنصة دي فيها عدة برمجيات. البرمجيات دي احنا كنا حريصين ان احنا نجيب البرمجيات اللي بتعتمد عليها جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. نعم، فجبنا أكبر برنامج تعليمي اسمه بلاك بورد بكل الفيتشرز بتاعته، بكل مواصفاته، لان ممكن يبقى عندك برنامج تعليمي لكن مش بيديك اللايسنس بتاع كل الخواص بتاعه، لا، احنا جبنا اللايسنس بكل الخواص، بالاضافه ان احنا جبنا اكبر منظومه امتحان الكترونيه هي منظومه جورمي. في هذا الاطار دمجنا هذه البرمجيات مع منصه الجامعه اساسا اللي احنا كنا عاملينها من قبل كده، وبدانا هذا العام الدراسي بوتيره سريعه تدريب اعضاء هيئه التدريس بواسطة خبراء دوليين. يعني أنا مش محتاج حد أبعت حد بره يتعلم ويجيلي، ده الخبراء الدوليين بتوع بلاك بورد وبتوع جورمي على مستوى العالم، وعلى فكرة هم من أماكن متعددة، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا ومن جنوب شرق آسيا ومن أستراليا ومن كندا. وعملنا برنامج قوي، لا يزال هذا البرنامج شغال، بندرب فيه كل أعضاء التدريس وبندرب فيه المدربين، لأن عملنا كل جوه كلية، كل داخل كلية برنامج تدريب داخلي بالإضافة للتدريب المركزي. يعني فندم حضراتكم برضو خلقتوا كوادر. طبعا. عشان يكون طبعاً برضو عندي استاف من المعلمين على هذا السيستم. بالضبط، أنا كمان كنت حريص وأنا بتكلم مع زملائي، قلت لهم أنا مش هينفع أقول أساتذة جامعة القاهرة أنا هدربكم وفي الآخر يبقى المدرب دونه، أنا عايز خبير دولي متمرس ومعاه شهادات دولية. ففي الحقيقة لما فتحنا ستيشن في التدريب كان إقبال أساتذة جامعة القاهرة كان كبير جدا، لدرجة إن ستيشن على المنصة بيشيل 500 كان الموجودين أكتر. فإحنا طولنا مدة التدريب، دربنا مدربين داخليين. هي المدة قد إيه يا فندم بالمناسبة؟ نعم، المدة قد إيه مدة التدريب؟ مدة التدريب بدأت من قبل بداية العام الدراسي بأسبوع وشغالة حتى الآن ومستمرة لعدة أسابيع، لأن احنا بنعمل تدريب وإعادة تدريب. يعني في دورات تنشيطية أيضا.
بالظبط. ده غير الدورات بقى كمان، يعني انا اطلقت مجموعه من الفيديوهات التعليميه، يعني الفيديو الطالب بيتفرج عليه او الاستاذ لو هو تخلف عن حضور التدريب بيقدر يتعلم ازاي هو هيتعامل مع المنصه. وعلى فكره المنصه سهله جدا، لان المنصه يعني انا بطلق على بلاك بورد هي مرسيدس البرامج التعليميه. يعني طب هي فندم هي سهله بالنسبه للاستاف او لاعضاء هيئه التدريس فقط ولا كمان سهله بالنسبه للطلبه؟ الطلبه بص هي اسهل من الجيم اللي هو بيلعبه، لان هي اولا واضحه جدا وسهله، هو بيخش على الكورس، بيخش على المحاضره، بيدخل على المحتوى التعليمي، بيدخل على الاسئله، بيطلع له شاشات، مساله بسيطه يعني، مش بيخش على حاجة عشان تدخله جوه حاجة عشان يعني مش لفة طويلة يعني. أيوه. بص حضرتك هي زي طريقة الويندوز بالظبط، انت بتدوس على المنيو بيطلع لك قائمة رئيسية بتختار منها بكل بساطة. ده احنا كمان سهلنا بقى، ده انا هقول لحضرتك مفاجأة. عادة في المنصات التعليمية بيطلبوا من الأستاذ انه يخش يعمل حساب لنفسه والطالب يخش يعمل حساب لنفسه. لا، احنا على مستوى المركزي الجامعة انا قلت احنا اللي هنعمل كل الحسابات بتاعت الطلبة وفتحت الاساتذه بالفورمات الدوليه. وبعد كده انا مجرد ان انا بديله الباسورد وهو بيخش. بس كده يا فندم واضح ان هي متاحه لكل الطلبه واعضاء التدريس بالكامل. طبعا. طيب طبعا. ممكن يستفيد منها حد من خارج الجامعه؟ لا، ما دلوقتي الطالب بيدخل بالباسورد بس، وحضرتك قلت يعني الطالب هي دي الجزئيه اللي بيدخل من خلالها الطالب، وممكن اي طالب ياخد الباسورد ده ويدخل ويستفيد يعني. لا، ما هو لو طالب ادى باسورد لحد، الحد اللي هيخش ده مش هيخش على اي حاجه، هيخش على نفس الحساب. يعني انا لما بخش على حسابي انا مش بشوف الحسابات التانية، زي كده حضرتك ما بتخش على الايميل بتاعك، فانت مش بتشوف الا غير الايميل بتاعك. فلو طالب خد الباسورد وادى باسورده لحد تاني فهو هيخش على حسابه هو، مش والطالب نفسه مش عارف يخش. طب واضح يا فندم ان هي طبعا هي الخطوه خطوه كبيره وحميده، وممكن تطور حتى من فكر الطالب او المعلم او عضو هيئه التدريس، لان في النهايه بحب طبعا يكون عندي فكره المواكبه، وزي ما حضرتك كده قلت هناك يعني فكره واستفاده من كثير من الجامعات وكثير من الاساتذه اللي بينتموا لبيئات تعليميه مختلفه او حتى ثقافات مختلفه. فبشكر جزيلا وجودك معنا الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره، كنت معنا.